بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا، معكم أخوكم سمسم في بي منتدى عمرو خالد دوت نت. النهاردة هنتعرف ازاي نشيل النسخة القديمة من انترنت داونلود مانجر، نزلها من على الجهاز، نعملها ازالة ان انستول، وازاي نسطب نسخة احدث اللي احدث اصدار موجودة عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعملها ان احنا هنيجي جنب الساعة ونيجي على الايقونة بتاع الانترنت داونلود مانجر ونعمل كليك يمين وكلوز اكزيت. ونقفلها. في عندنا ثلاث طرق نزيل بيها برنامج. اول طريقة ان احنا بنجيب ستارت، نضغط على قيمة ستارت بروجرام، ونجيب انترنت داونلود مانجر. هنلاقي البرنامج هوت انترنت داونلود مانجر، ده البرنامج والان انستولر معاه. الان انستول ده البرنامج بيعمل ان انستول، بيزيل برنامج الانترنت داونلود مانجر من على الجهاز. يبقى دي طريقة. هيقول لي هنا select an install method، طريقة الإزالة، عايزة default ولا complete. ويعمل لي إزالة للإيه، الإنترنت داونلود مانجر من على الجهاز. يبقى أول طريقة من برنامج الـ uninstall، برنامج مزيل البرامج اللي بيبقى موجود مع أي برنامج أنا بسطبه، يعني انترنت داونلود مانجر ان انستول ايدمان. الطريقة التانية ان احنا نجيب اد ريموف بروجرام من قائمة ستارت سيتنج كنترول بانل، اد ريموف بروجرام ده برنامج لإزالة البرامج من على الويندوز، ده خاص بالويندوز ذات نفسه، يعني برنامج بيجي مع الويندوز. هاجي على انترنت داونلود مانجر واقول له تشينج او ريموف واقول له نيكست. يبقى دي الطريقة التانية. الطريقة التالتة ان انا استخدم برنامج متخصص في ازالة البرامج من على الجهاز، زي برنامج يور ان انستولر. بعلم على ان انترنت داونلود مانجر واعمل ان انستول واضغط نيكست. احنا هناخد اسهل طريقة اللي هي ازاي ان انا اعمل ان انستول للبرنامج من برنامج الان انستولر اللي موجود مع البرنامج ذات نفسه. فاعمل ان انستول واقول له نيكست فينيش، بختار كومبليت واقول له نيكست وفينيش. بيبدأ يعمل انستول للبرنامج من على الجهاز.
دلوقتي بيقول لي اعمل روبوت، فانا اقول له اوكي واوقف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا ازالة ان انستول الانترنت داونلود مانجر وعملنا ريبوت، هنيجي دلوقتي نسطب النسخة اللي هي الحديثة، الاحدث نسخة اللي هي 6.07. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا نسخة انترنت داونلود مانجر 6.07 اللي هي احدث نسخة نزلت. هنبدأ تسطيب البرنامج. بنسطبه زي اي برنامج عادي، كله نيكست نيكست وبعدين فينيش. وهنا بيقولك انه تكامل مع المتصفح موتزيلا فايرفوكس، نقول له اوكي. هنشغل هنا كراك ونقول له ستارت. ونقفل الكراك. حتى نيجي هنا نشوف النسخة about، نلاقي فيرجن 6.07 يوليا 2011 ولايسنس بقت مرخصة. وبكده يبقى احنا عرفنا في حلقة النهاردة ازاي نعمل ان انستول لبرنامج الانترنت داونلود مانجر النسخة القديمة عن طريق برنامج الإزالة اللي موجود مع البرنامج ذات نفسه من قائمة ستارت بروجرام انترنت داونلود مانجر، وازاي نسطب النسخة الحديثة وازاي نكركها. اتمنى تكونوا استفدتوا بالحلقة دي، وشكرا لحسن استماعكم. كان معكم اخوكم سمسم في بي منتدى عمرو خالد دوت نت. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شباب.